الطلاب بالجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا بتأكيد الولاء والطاعة للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد حفظه الله ورعاه. نعاهدكم ونبايعكم أمام الله عز وجل على الولاء والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وتبقى راية الوطن بهمتكم العالية وعزتكم الأبية خفاقة شامخة بين كل الأمم. وندعو المولى عز وجل بقلوب ضارعة محبة أن يسدد خطاكم ويمدكم بعونه وتأييده للسير بسفينة الوطن إلى مرافق الفخر والعزة والكرامة. حفظكم الله ورعاكم وسدد على الخير خطاكم وحفظ عمان أبيه وشعبه العظيم، إنه نعم المولى ونعم النصير، وشكراً.